لكم لتعداد هذه الأسماء ولحضور هذه الشعارات المتواجدة في هذا الشوط. وقبل أن أنطلق وإياكم متابعين مشاهدين الأعزاء، حيث متابعين الكرام مشاهدين الأعزاء، أنطلق مع أول الأسماء وأول المراكز لأتابع انطلاقة حرب وتركي بن عوض الله بن غلاب. الصوات من يقدم لنا شعاره وانطلاقة شعاره مع المقدمة الأولى ومع الصدارة الأولى، بينما المركز الثاني ألا وهو مركز الوصافة، حيث والقدوم من مبلش نايف الكرمي العنزي من يقدم لنا شعاره في المركز الثاني، وانطلاقة مبلش في مركز الوصافة ثالث الأسماء وثالث الشعارات، حيث التواجد من متعب ورايد بن شبيب بن مفرح العتيبي من يقدم لنا شعاره في المركز الثالث. المركز الرابع وصل الآن سريع من يقدم لنا متعب في المركز الرابع، يصل سعد بن محمد بن حمد آل صافية المري من يقدم لنا شعاره وانطلاقة شعار سريع. المركز الخامس تواجد معاند ورياض بن ثامر بن سليمان السعدون يقدم لنا شعاره في المركز الخامس. سادس الأسماء وسادس الشعارات، حيث التواجد من حطاب وموسى بن عبد الرحمن بن محمد الحطاب يشلوي يقدم لنا انطلاقة حطاب في المركز السادس. سابع الأسماء، حيث التقدم والوصول من المركز السابع وشعار أم سيان من ينطلق، وأحمد بن سعيد بن محمد بن أحمد بن إبراهيم يقدم لنا شعار في المركز السابع، حيث التواجد من ثامن الأسماء وصل وتقدم شعار صالح بن عوض الأحليفي يقدم لنا متعب، ولكن المركز التاسع حيث التواجد والوصول وصل شعار عبد الله بن عبد الرحمن بن محمد الدوسري يقدم لنا سلهود. والمركز العاشر من نختتم به النداء، حيث الوصول والقدوم من شاهين حمد بن علي بن جابر البنا المري يقدم لنا شعاره في المركز العاشر. وهكذا متابعينا مشاهدينا الأعزاء أتممنا على مسامعكم العشر المراكز المتقدمة، عودتنا وإياكم إلى السيناريو الأول وإلى الانطلاق، حيث ابتدينا وحيث انطلقنا، وأعود وإياكم إلى البداية. ومتابعينا مشاهدينا مشاهدينا الأعزاء، لا يسعني بذكر هذه البيتين وانطلاقة هذه متابعينا الكرام باسم ولي العهد والراس طايل، وش الحجن كانت وشوف وين قدها، قال بشروب العز يحلى لصايل، الحجن جاها عزها في بلدها، والحجن جاها عزها في بلدها. متابعينا مشاهدينا الأعزاء، أعود وإياكم متابعين الكرام إلى البداية وإلى الصدارة، وحيث انطلقنا وحيث ابتدينا إلى أول المراكز، إلى انطلاقة حرب من يشن الحرب مع البداية ويشن الغارة بانطلاقة تركي بن عوض الله بن غلاب. الصوات من يقدم لنا شعاره مع الانطلاق الأول، ومن ينفرد وحيدا حتى هذه اللحظات، بينما السريع من يقدم لنا شعاره وانطلاقة متعب. يا تتعبهم يا راعي متعب، يا يتعبونك شعار بن صافية وسعد بن محمد بن حمد آل صافية المري من يقدم لنا شعاره في المركز الثاني. المركز الثالث وصل وتقدم لان معاند ورياض بن ثامر بن اسعد
سليمان السعدون يقدم لنا شعار صلاح للطلايب يصلون يتقدمون من أجل نقطة ثمينة على أرضية هذا الميدان. أتابع المركز الرابع، أتابع متعب وصالح بن عوض الحليفي من يقدم لنا شعار، بينما المركز الخامس وصل جزيلان وحمد بن علي بن سلام الهاجري. ولكن أعود إلى حرب وإلى حرب الصدارة وإلى حرب المقدمة. الله 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 متابعين الكرام، كيلو ما يفصلنا عن خط النهاية، كيلو ما يفصلنا عن كلمة النوماس وعن كلمة الانتصار الغالي. السريع يغير إلى الانطلاق الأول وشعار سعد بن محمد بن حمد آل صافي المري مع انطلاقة متعب. من يغير عصاته في بطانه؟ ما دارت حتى هذه اللحظات وصلوها للطلايب يصل الآن. متعب من يتقدم؟ صالح بن عوض الحليفي يقدم لنا شعاره يصل كذلك. من يتقدم في المركز الثالث؟ وصل الغزالي لون ومحمد بن محسن بن حمد الشامري العجمي وكذلك بن سلامة يصل لون يتقدم ويقدم لنا شعاره. حمد بن علي بن سلامة الحاجري يقدم لنا جزل. ولكن أعود إلى بن صافية وانطلاقة شعاره. من ينطلق حتى هذه اللحظات مع البداية وشعارك يا بن صافية؟ ينطلق ويقدم لنا شعاره السريع السريع، يقدم لنا انطلاقة متعب نحو السلام نحو الانتصار. الله الله بدون أوامر تذكر ولا تعليمات، تلقائي الركض تلقائي. سلامي عليك يا بن صافية. سعد بن محمد بن حمد آل صافية المري السريع وإنجازاته السريع ونوماسه كعادة هذا الشعار خطفي للانتصارات وللنوماس الغالي. سلام لمالك متعب، سلام سعد بن محمد بن حمد آل صافية المري المركز الثاني. متعب وصالح بن عوض الحليفي المركز الثالث. المركز الثالث وصل حطاب وموسى بن عبد الرحمن بن محمد الشلوي من قدم لنا شعار المركز الثالث. المركز الرابع متابعينا مشاهدينا الأعزاء شعار الغزال ومحمد بن محسن بن حمد الشامري العجمي. والمركز الخامس، المركز الخامس شعار رياض بن ثامر بن سليمان السعدون مع معاند. متابعينا مشاهدينا الأعزاء أعود وإياكم إلى توقيتي ولحظاتي وصول هذا البطل نحو النوماسي ونحو الانتصار بشعار السريع وشعار متعب وسعد بن محمد بن حمد آل صافي المري. 8:11 و42 جزءا من الثانية. المركز الثاني ومتعب صالح بن عوض الخليفي الحليفي من قدم لنا شعاره في المركز الثاني. 8:12:99 من الثاني. المركز الثالث حطاب وموسى بن عبد الرحمن بن محمد الحطاب الشلوي 8:19:40 من الثاني. المركز الرابع وصول الغزال ومحمد بن محسن بن حمد الشامري العجمي. والمركز الخامس شعار الرياض وثامر رياض بن ثامر بن سليمان السعدون مع معاند. متابعينا